ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست، والنهارده جايه لكم بلوك عروسه كامل من البدايه للنهايه. اول حاجه طبعا إيه، انا قفلت المسام بتونر بيكسي، بس طبعا يعني ما كانش اتسجل في الفيديو. ودلوقتي حطيت البرايمر بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، بوزعه على كامل الوجه. البرايمر ده من ديور، وزي ما قلت قبل كده انا ارتحت جدا في الشغل فيه. وفي حاجة تانية برضو اشتغلت بيها كده، بعد ما وزعت الكونتور على الاماكن اللي عايزة اخبي المناطق الواسعة اللي فيها، ووزعت الكونسيلر والروج الليكويد وكل حاجة، وهبدأ ادمج كل حاجة دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين، بدمج كل حاجة في مكانها زي ما حضراتكم شايفين بالبيوتي بلندر الصغيرة. بصوا الشغل ده راحة، يعني في ناس بتحب تدمج بالفرشة، انا مش بحب. طبعا دي يعني انتي وراحتك في الشغل، بس انا برتاح اكتر في البيوتي بلندر. وزي ما قلت قبل كده يا جماعة، انا بدمج كل حاجة في مكانها. يا رب بس يعني عايزة اشوف كومنتاتكم، ايه رأيكم في الاضاءة؟ بقت افضل ولا ايه الاخبار؟ يعني طمنوني على الاضاءة، ان انا بحاول كل مرة احسن من الاضاءة، ويا رب تكون افضل كل مرة. يعني عروستنا الجميلة كانت معانا زفاف وحنة تقريبا، ف ما شاء الله عليها، يعني طالعة زي القمر. هتشوف اللوك في نهايته حلو جدا جدا، كان لوك ناعم خالص زي ما انتوا شايفين. خلصت كده بعمل المنطقة اللي عند الدقن دي، هبدأ بعد كده اعمل الكونسيلر او اماكن الاضاءة اللي انا منوراها بالكونسيلر. الكونسيلر ده كان تارت، طبعا تارت حلو جدا في الشغل. البديل بتاعه برضو حلو واشتغلت بيه، هي كيرلان، العجلة اللي انا قلت عليها قبل كده، عجلة كيرلان، عجلة موفرة جدا جدا للبنات المبتدئات، لانه فيها كونسيلر وفيها كونتور وفيها فاونديشن، فممتازة جدا. كده بعد ما خلصت الوش وثبتت كل حاجة، هبدأ اعمل الشادو ده اللون الانتقالي، هبدأ اعمله في المنطقة بتاعت الجفن الثابت زي ما حضراتكم شايفين. بدمج كده الشادو اللون الانتقالي، هو تقريبا برضو اللوك ده كان يعني عبارة عن درجة واحدة تقريبا او درجتين. برضو هي كانت حابة لوك ناعم جدا، مش عايزة لوك قوي او مش عايزة ميك اب تقيل، فهي حابة لوك ناعم. طبعا احنا نفذنا لها طلباتها، شايفين بعد ما توزع الكونتور وتثبت، يعني بجد يا جماعة يعني حلو جدا، وكل حاجة محطوطة في المكان بتاعها الصح. كده خلصت اللون الانتقالي اللي فوق العين، الدمج طبعا اهم حاجة، والفرشة دي فلافي من جسم، والحواجب اتعملت شعرة بشعرة دي من باليت فور ايفر، خدت الدرجة اللي على كشمير دي. هو كان في حد طلب مني ميك اب كشمير، بس ده بتصور يعني من فترة، يعني تقريبا من اسبوع او حاجة، ف يعني انتظريني برضو، ولو عجبك اللوك قوليلي، وانتظريني هعمل لك لوك كشمير مخصوص لحضرتك. كده ببدأ احدد شكل العين، احدد وادمج وادي
هي مش هتبقى كات كريس يعني واضحة قوي، بس ببدأ أحدد الجفن بتاع العين بالشكل ده، دي بفرشة بنسل كبيرة مش صغيرة من جيسب كده. حابة أجيب الفرشة الفلافي بتاعتي وأبدأ أدمج اللونين دول مع بعض بالشكل ده. تمام، دمج خفيف بس في نفس الوقت أدمج الألوان مع بعضها. أنا شايفة المرة دي الإضاءة أو التصوير أفضل من كل مرة، وبرضو قولولي رأيكم الدنيا تمام ولا إيه، لأنه يا جماعة أنا بصور بالموبايل بتاعي على رينج لايت يعني، فما فيش استعانة ولا بكاميرا ولا بأي حاجة، والفيديو زي ما بعمله زي ما بنزله على القناة، ما فيهوش لا فلتر ولا فوق اي حاجة، زي بطبيعته زي ما هي. خلصت كده الشادو دمجته، هبدأ احدد. انا بحب التكنيك ده قوي قوي قوي، ان انا احدد شكل العين. وطبعا انتي براحتك لو حابة تسيبي العين يعني حرة كده بطريقة عشوائية برضو براحتك، بس انا بحب احدد شكل العين، بيبقى شكلها طبعا احلى بكتير. تمام كده حددت شكل العين، وهبدأ اجيب اضاءة من باليت اوفرا زي ما حضراتكم شايفين. انا مش حاطة جلو ولا اي حاجة يا جماعة، لانه برضو هي حابة اللوك يبقى ناعم جدا، ميبقاش كتير، هي حابة لوك بسيط. فطبعا الإضاءة دي خفيفة خالص زي ما انتوا شايفين كده، مش قوية قوي، هي حابة كده. وأنا كمان حبيت اللوك خالص، لقيته انه مناسب ليها جدا يعني، وطلعت فيه زي القمر. تمام جدا، بدمج الشادو بالهايلايت بالشكل ده، بأكد على المنطقة اللي تحت الجفن كده عشان ابقى متأكدة ان هي معمولة حلو. تمام، خلصت كده الإضاءة اللي أنا حطيتها فوق العين. أبدأ بالشادو الكشمير، أبدأ أدمج الإضاءة بالشادو علشان تبقى مدموجة حلو كده. تمام، حلو جدا. الفيكس بلاس ده يا جماعة ضروري جدا، لانه بيمحي شكل الباودر اللي بتبقى موجودة في البشرة. وانا قلت لكم انه انا هعمل، انا كده حطيت الرموش، هبدأ اعمل الايلينر من محمود سعيد. كان في حد بعت لي قال لي هو الرموش الاول ولا الايلينر الاول، الاتنين صح، الاتنين يعني حسب الراحة بتاعتك، بس الاتنين صح. ممكن تحطي الايلينر الاول وبعدين تحطي الرموش، وممكن تحطي الرموش وبعدين تشتغلي بالايلينر، الاتنين صح كده. بحط الايلينر بالشكل ده، وعملنا الحواجب برضو شعرة بشعرة، وبرضو هعمل فيديو مخصوص للحواجب الشعرة بشعرة علشان توصل المعلومة سليمة وصح، ويا رب أكون بفيد حضراتكم. بس عايزين يعني من فضلكم يعني طبعا لو عجبك الفيديو حط لايك، لأنه اللايك هو اللي بيعلي المشاهدة وبيخلي أكبر عدد من الناس تستفيد وتشوف الفيديو. فبعد إذن حضراتكم اللي يشوف الفيديو طبعا لو عجبه من فضلك حطي اللايك بتاعك، وشجعينا بانك
يعني لو تقدري تنشري القناة عندك في جروب، في صفحتك طبعا. يعني انا بأتمنى، يعني طبعا وده براحتك خالص، بس اتمنى الدعم انه القناة تنتشر اكتر وناس اكتر تعرفها وتشوفها، ويمكن اكون انا وانتي سبب في رزق حد يكون محتاج فعلا ان هو يستفاد ولو إفادة بسيطة جدا من اللي بعمله. شايفين اللوك العين تحفة ازاي، بجد فوق الروعة. حطيت البلاشر ده تحديد من تارت، تحديد للشفايف، وبرضو كان حد قال لي محتاجين نشوف رسمة الشفايف برضو. ده كله يعني هعمله كله فيديوهات منفصلة، علشان بس يعني الموضوع برضو يا جماعة مش صعب قوي بالنسبة للشفايف زي ما انت شايفين. طبعا شفايفها هي مثالية جدا، فمش محتاج ان انا اكبرها او اصغرها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اللي موجود في شفايفها دي مرطب، بس انا مش فاكرة البراند بتاعه، بس وانا بصور هحاول افتكر البراند بتاعه واوريه لكم. حلو جدا طبعا تحطيه للعميلة او للعروسة قبل ما تشتغلي. جبت البالت دي وحطيت الدرجة دي بميكس مع التانية، ايوه الاتنين دول كانوا حلوين جدا فيها. يا رب اللوك يكون عاجبكم. تمام كده حطينا الروج من باليت جي كات. زي ما انتوا شايفين كده اللوك بتاعنا كان ناعم جدا وبسيط وعروسة. يعني ضربنا عصفورين بحجر او 4 5 6 عصافير بحجر، لانه هي طلبها محتاجة لوك سيمبل، وفي نفس الوقت لازم تطلع عروسة. طبعا انا مش من رأيي ان العروسة لازم يبقى في الوان كتير، لا خالص، بس طبعا لازم يبقى في اختلاف. وزي ما انتم شايفين ورأيكم برضو يهمني، ان هي مختلفة وانه الميك اب بتاعها حلو. تمام كده خلصنا رسمة الشفايف. شايفين جمالها قمر ازاي. دي مرحلة زم الشفايف. زم الشفايف انا بجيب فاونديشن قريب من طبعا نفس درجة اللي انا اشتغلت بيه، وحبدأ ازم الشفايف. انا مش بسكرها، انا بزمها عشان يبقى شكلها مش عارفة اقولها لكم ازاي، يعني الشفايف تبقى فيها زمة كده، يعني ملمومة من الاخر، يعني بالبساطة دي كده تبقى الشفايف مزمومة او ملمومة. اللي عايزين تقولوه يعني المصطلح اللي يريحكو قولوه، انا ما عنديش مانع خالص. انا فكرتي بوصلها، والمسميات دي انا بالنسبة لي فعلا حرفيا مش بتساوي عندي حاجة قد اللي بيساوي عندي ان اوصل لك المعلومة. مش مهم الاسم عندك عندي ايه او عندك ايه، المهم ان انا شايفين اللوك بتاعنا عامل ازاي يا جماعة. شايفين جمال اللوك وحلاوته. اسمع ارائكم في اللوك، يا رب يكون عجبكم اللوك بتاعنا.